عادة ما تتسم مواجهات المنتخبين الألماني والأرجنتيني بالقوة والشراسة، بحيث يصعب على أي كان توقع من سيحسم المواجهة لصالحه. المنتخبان سبق لهما وأن التقيا في 19 مناسبة تنوعت ما بين كأس العالم وكأس القارات وفي مباريات ودية دولية، وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها بلدان للمرة الثالثة في نهائي كأس العالم بعد المواجهة البرازيلية الإيطالية والتي فازت فيهما البرازيل عامي 1974. التاريخ يقول أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك سجلاً ناصعاً أمام خصمه الليلة بالفوز عليه في 9 مباريات، في حين انتصر المانشافت في 6 منها، فيما حسم التعادل 5 لقاءات. أما في نهائيات كأس العالم فمباريات المنتخبين كانت كثيرة حيث بلغت 6، ولعل أبرزها نهائي كأس العالم 86 بالمكسيك الذي عاد لرفقاء الأسطورة مارادونا وهو الوحيد لها في المنافسة، مقابل 4 حالات فوز للألمان سنوات 58 و2006 و2010، وخاصة نهائي 90 بإيطاليا عندما نجحت ألمانيا في رد الدين الأرجنتيني في المباراة النهائية. نهائي ملعب ماراكانا تسعى من خلاله الماكينات الألمانية لأن تصبح أول دولة أوروبية تنجح في حصد التاج العالمي في الأمريكيتين، بينما يتطلع الألبسيليستي إلى معادلة عدد التتويجات باللقب الغالي بين القارتين إلى 10.